انا اسمي صفية من مدينة نيطرا. المرة اللي كان عندي مس السحر يقول لي الرقاة تقول لي مس السحر، قال لي مشيت عند اطباء تقول لي الاعصاب تنحل بزاف، تنجلس بوحدي نبغي نجلس بوحدي تنبغيش الناس ما تنبغيش بزاف الحالات. كنتي كتخافي؟ اي كنخاف ما كنعش بزاف الحالات عندي، صحتي دردق فيا ما نقدرش ندير والو، ما نقدرش ندير حتى الدار، حتى ناكلوش الماكله كاع ما كاينش. اللي بدا لي هذا المرض ما بدانيش بشويه بشويه، بداني غير الصدفه. بعد هذاك شي عشوب البديل، شي عشوب ديك عرفتني عشوب اللي شويه ماشي زعما عشوب اللي ما كيضرش بنادم. صافي اللي تبعتها ديك العشوب مشينا نجيب واحد العشبه، تتسمع لي واقيلا العنبر. ملي شربتها النهار اللي شربتها صافي حسيت راسي زعما تقول لك انا مزيانه بنادم اللي ما تيولدش. حنا ما تنولدش، ملي ولدت البنيه عندها المهم عندها 7 سنين، طلعت دابا طلعت في دابا ايوه هي طلعت في 8 سنين. صافي ملي شربتها صافي حسبت راسي ماشي هي هذيك. صافي 4 ايام اللي دخل هذاك الشيء اللي دخل فيا شويه درقاك فيها شويه صحتي والمخ ديالي، المهم ماشي هي هذيك. 4 ايام شربتها النهار الخميس الجمعه السبت لحد نهار الاثنين. نهار الاثنين بغيت نجلس نتفرج شويه، بغيت نوض نصيب المخده صافي طلع ليا داك الشيء رجلي، داكشي اللي طلع لي طلع ليا في رجلي بحال الفيفرو طلع ليا في رجلي. وصافي من ديك الساعه صافي قطعت فيا كلشي صحتي، فيا راسي وعينيا ما نقدرش نهز عينيا، ما نقدرش نوض، ما نقدرش ندير حتى حاجه، ما نقدرش ناكل. صافي فاشل بزاف، تنضرب شويه من هنا حتى لهنا صافي بغيت نجلس. صافي الا خرجت برا الا خرجت برا تنمشي برا تنتمشى شويه تنقولها يلا نرجع للدار. صافي كلشي الدنيا تقلبات فيا. صافي الحياه اللي عندي في الاول ما كنتش صافي تعذب بزاف بزاف الحياه ديالي تعذبات بزاف. لا خرجت الشمس بغيت غير نتشمش شويه، الشمس ما دخلاتش فيا في صحتي بحال الا خبات ليا شي حاجه، ما تدخليش راه في الصيف، في الصيف وراه الشمس الشمس قاسحه، تنمشي السطح تنبغي غير نتشمش شويه والو ما كنحسبش الشمس والو. اي تنقول لها الناس واش سخون الحال، نقول سخون الحال، تنقول لها انا ما تنحسبش السخونيه والو. صحتي هاي صحتي ولات اخرى ما عرفتش ملي صافي ملي تبعت هاد القناه بعدا شويه كنشوف الناس بحالي ما كنتش هاد اللي كنت عزيز عليهم عندي، ولكن ملي عندي المرضى ما كنحملهمش، كنحملش حتى واحد يهضر معايا، ما كان كنتعصب بزاف. بنتي ما نقدرش ندير لها شي حتى حاجه، كنت ما كنقدرش نهز حتى سطل صغيره الماء ديال الوضوء، ما كنقدرش نهزها، ما كنقدرش نهزها غير القرش اللي صغير، ما كنقدرش نهزها، ما كنقدرش ندير والو. ملي تبعت هاد القناه بعدا شويه انا مشيت عند ديك اللي تايديروا الاسباب ديك الفقاعه وداك، مشيت شحال واحد شتي عندها؟ 4.
صافي حبست انا ما كنحملهاش كاع والو. تعطيني التباخيره ها بخور تعطيني التباخيره صافي تنبخر والو درت التباخيره صافي صافي. ملي جابوا لها هذيك شويه ديال العسل قال لها واحد السيد تنشربوها تناكلوها شويه في الصباح. بعدا حسيت براسي تجمع صحتي شويه حسيت براسي بعدا لكن كنت ما كنقدرش نقولها شي حاجه ولا كنقدرش نقولها في صباعي كنقدرش صافي دير كلشي صحتي تردك فيا ما بحال الا مات مخ ديالي وعيني ما نقدرش نهزهم نشوف الناس ولا غير تنحط راسي و النفسيه ديالي قطعات غير ايه صافي هادشي اللي تنقول دابا الحمد لله شويه بعدا كاين بعدا شويه ماشي بحال الاول. الاول تعبت بزاف رمضان اللي داز ما عرفت واش كان رمضان ولا ما كانش تنشوف الناس غير تنشوف الناس في الزنقه ما عرفتش انايا واش انايا في الدنيا ولا ما عايش في الدنيا مرفوعه اي مرفوعه صحتي مرفوعه غير تنتمشى وصافي ما تنتمشى بحال الا ماشي انا بحال الا ماشي انا تنتمشى بحال الا ماشي انا صافي. دابا الحمد لله بعدا عرفت كنت ما كنعرفش راسي غير راسي براسي ما كنعرفش واش انايا ولا شي حاجه. انا بعدا داكشي اللي عندي تنبغي زعما كاين نتبع حتى اطباء الولاده بغيت نولد ولكن داكشي حبس ليا الولاده ما كنولدش صافي. ملي مشيت عند اطباء قالوا ما عندك والو التحليلات كبار درتهم وما عندي والو. اطباء تعجبوا ليا تقول لك ما عندك والو ما عندك حتى حاجه ميكروب ولا شي حاجه ولا والو انا ولا الراجل ما عندنا والو صافي. ملي بغى الله يبان داكشي اللي فيا ملي شربت داكشي اللي شربت صافي باين داكشي فيا. ملي مشيت للبلاد بغيت زعما نتبع هذيك دار الشعوذه ودار التخربيقات صافي. قال لي راجلي بلاتي حتى يدوز العيد الكبير مشينا شي طب البديل. قال اخوها كان في شي مركز في الدار البيضاء قلتها تبعت التلفزيون قال لها راه بينات في التلفازه عيط ليهم. بعدا عيط ليهم قال لهم راه عندنا واحد الحاله كي ولات ملي عيط هذاك قال لي راه عطيني هذاك فين فات باين التلفازه شكون القناه. كنت تبعت هذاك بغيت بعدا نقلب هذيك المركز فين كاين. ملي لقيت هذا المركز تبعتها ماشي هذا المركز اللي قال لك خو هذا الاخر ولكن انا تنقلبها في التلفازه بغيت نشوفها كي ولا ولقيت هذا في الصدفه صافي غير بالصدفه اي لقيتها الصدفه صافي. ملي لقيت هذا القناه لقيتها الناس تتشافوا تفرجتي اي تفرج فيه صافي. ملي تبعتها بعدا خاطري ماشي بحال اي ارتحت شويه هذيك اي شفنا حالات بزاف الحالات قبل ما تجي للمركز ما كان في الليل. لا ما حملتهاش ما كنحملهاش نسمع الرقيه ما كنحملهاش تنضيق تجيني الضيقه كان الا بغيت نصلي تيجيني صعيب نصلي ما تن اسمح لينا وصافي. لا مشيت نصلي بحال لا تحبس لك شي حاجه المهم راسك اللي ماشي بحال اللي مازال ما دخلت في شي حاجه بحال الا شتي يشدك شي حاجه بحال الا واخا مشيت نصلي واخا نفرش نصلي ولكن في الصلاه والو ما كنطرقش في الصلاه والو والله سمح لينا الله اللي شاعت علينا واش الحاله ديال ما انا تعذبت بزاف تعذبت الحريق تجيني الحريق بزاف الحريق القلب ديالي تيحرق فيها الحريق بزاف. مشيت عند اطباء ديال ديك القلب درت ديك
درت داك التخطيط ديال القبج جوج التخطيطات اللي درت هذيك درت نيت الاخرى غير قبل ما جيت هنا درت الاخرى هذيك التلفازه قال ما عندك والو القبض ديال ديالك ما عندها والو صحيح ما عندي والو القبض ديال الجرعه اللي خديتها في الاول شويه بحال اللي ما كلتهاش ثانيه بحال اللي ما كلتهاش ثالثه شويه بعدا تعطيني الذوق اللي ناكلها شويه راه الشهيه اللي مشات كاينه بحال اللي تناكلها بحال اللي ما كناكلوش ثالثه شويه بعدا تعطيني بعدا الذوق شويه رابعه ثالثه تيخرج فيا شي حاجه بحال اللي تيدير لي شي حاجه في صحتي كلشي مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا مره الراس كلشي تيدير لي صحتي هكا غير جلست تيدير لي صحتي ولا نعست صافي الرابعه خرجت فيا شي حبوب كلشي من هنا حتى هنا كلشي خرج فيا حبوب كلشي الظهر ديالي بزاف كلشي صحتي خرج فيا الحبوب صافي خمسة شويه كل جرعه تنتحسن بشويه بشويه كل جرعه صحتي تنقص الغمق اللي فيها شويه بشويه كل جرعه اللي وصلت هذيك السبعه الحمد لله شكرا لله ماشي بحال الاول الحمد لله بعدا تنخرج تنمشي نتقدى شويه دابا تنعملهم بعدا كاينه تنضحك معاهم تنهضر معاهم كنصغر راسي بحال الا جالسه عند الناس شي بحال ولا جلستي بحال الا شعلك في شي حاجه ولا تبغي تنوضي الناس تيهضروا معاك تسحب لهم ما بغيتيش تجلس معاهم ولا ما بغيتش ولكن ماشي خاطرك دابا الفرح بزاف ماشي فرق بزاف دابا بعدا الحمد لله ماشي بحال الاول ولا تيقولي شي حاجه تنغوت عليه تيخرج في شي حاجه تنصبوها الله يسمح لنا هو شاف لي ملي كنت ما مريضاش شافني عرف شنو كي كانت ولكن ملي دخل فيها المرض صافي راسي براسي ما كنحملهاش غير راسي براسي ما كنحملهاش راسي براسي نقولهاش هاد الحاله اش هاد الحياه ماشي شنو وقع ليا اش هاد الشيء ما عرفت انا ما شي حاجه ما تعرفهاش الا مشيت عند الطبيب تيقول لك هذا الشيء غير الاعصاب شي واحد تيقول لك عندك غير الوسواس ولكن شي ماشي الوسواس صحتك تحس بيه راسك ماشي هي ما تقدرش تنوضي ما تقدرش دير الشغل صحتك تقطعات ديري ما تقدرش دير والو حتى تاكلي ما تقدرش تاكلي النفسيه ديالك تقطعات النفسيه ديالي حتى تنهضر النطق ديالي ماشي كتحبس ليا الماكله حتى بغيت ناكل تحبس ليا الماكله تشد ليا الماكله ولا حتى الماء بغيت غنشرب تحبس ليا الماكله اي زعما شي العذاب وصافي تنقولي هم الا عند شي المرض ولا شي حاجه ولا الماس ولا السحر يجي المركز هادشي راه مزيان الطب البديل مزيان ما كيضروش والو ما كيضروش ولا والو ما محرمش ما والو زعما كاين بلاد ما يخاف يضروا الصحه ديالها لا ما الا لا ما داويش ما غيضروش عندنا اللي انت ما زيرت شكون لا دار نحن بن مريض بزاف دارس الروماتيز دارس الماس والسحر نيت دارس بزاف ورس الطب البديل كيعرفوش الطب البديل كيعرفو غير يمشيو عند عرافين ولا اللي عنده السحر لا اللي عنده الروماتيزم ولا اللي عنده شي حاجه يجي مركز هشام راه الطب البديل احسن من كلشي ما كيضروش العسل والماء زعما ماشي ما كاينش شي حاجه اللي غتضرك في صحتك ماشي بحال الكنينه غتضرك غتشربي غير الكنينه تطيحك لا لا تمشي لطبيب الاعصاب تنشرب الكنينه غير تطيحني بزاف اكثر من اي شرب الكنينه تطيحني صافي ما كنت كنشق في راسي بكاع العينيه تدير لها الحريق بعدا ملي شربتها في الاول بعدا صافي دير لها الحريق بزاف طلع عليها الحريق في الراس وعينيه تتحرقوا اما الحمد لله لا عنده شي مرض ولا شي حاجه يجي المركز الهاشمي معاه مزيان رقيه كلشي كلام الله هو كلشي سمعت الكلام الله
صافي المرض اللي فيك تمشي بشويه بشويه. بنادم ما كيسمعش القران غير واحد المره وتايقول لك ما دار ليا والو. صافي بنادم يتبع، تبع القران وتبع العلاج، تبع بنادم القران والعلاج. الا ما تبعت العلاج، تبعت العلاج غير شويه وتتقولي انا صافي انا عييت انا ما دار ليا والو ولا ما دار ليا والو. المرض تمشي بشويه بشويه بشويه، كل جرعه بنادم خصها غير يصبر كل شويه تاي دير لك المفعول ديالها. الله يرحم الوالدين، الله يجزاه بخير، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، الله يعطيها الصحه ديالها، الله يعطيها، الله يزيدها العلم في العلم. حتى نتوما الله يرحم الوالدين والناس ديال المركز، الله يرحم الوالدين. اسمح لينا، شكرا.